السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا اللي هي تجهيز السايد بار. طبعا احنا المرة الماضية بنينا المنيو كامل، لكن انا في عنا شغلة، انا في عندي اثنين بدخلوا على لوحة التحكم اللي هم الادمن وعندي الاديتور. طيب انا كيف بدي استخدم، كيف بدي اعرف انه هذا ادمن وكيف هذا اديتور؟ طبعا اذا كان ادمن انا بدي اعرض له جميع المنيو هذه، إذا كان إديتور أنا بدي أعرض له المنيو بس اللي محددة لإله، أوكي؟ فمعناته من الـ HTTP كيرنل، أنا في عندي هنا من الكيرنل في عندي الروت ميدل وير، في عندي ثلاثة ميدل وير، أوكي؟ اللي هي الرول، البيرميشن، الأبيليتي. فأنا هذول ممكن إنه أنا أقدر أستخدمهم عندي كأتحقق إنه مين الرول اللي مستخدم حالياً وإيش البيرميشن وإيش الصلاحيات اللي ممكن الصلاحيات بيرميشن والابيليتي اللي هو ما بيجمع ما بين الرول وما بين البيرميشن، اوكي؟ فمعناته هرجع على السايد بار هنا، هذا المنيو هكتب له ات رول وبين قوسين هنكتب له اللي هو الادمن. فمعناته انا بهذا الامر انا قاعد بحكي له انه شيك لي على الرول تبعت اليوزر اللي مسجل دخول حاليا هل هو ادمن او لا. طبعا هاي هتيجي عن طريق اللي هي المكتبة الانترست، وهنا هنحكي له انت رول، اوكي؟ فمعناته احنا خلصنا اول جزئية للادمن. نفس الجزئية هذه، اوكي، هناخدها كوبي دوبليكيت، هنسويها هنا بدل الادمن هنخليها اديتور، انه هذه الجزئيه للاديتور، وهنا هنساوي عليها بيرميشنز انه هل له صلاحيه انه هو يساوي الحاجه هذه او لا. فمعناته تحت الفور ايتش هنكتب له بيرميشن ات بيرميشن اللي هي جايه من الكيرنل ات بيرميشن اللي هي ايش المينيو نيم، اللي هي لو اجينا على البيرميشن تيبل سيدر قلنا انه النيم هذا هينعطى بيرميشن لاي يوزر، فمعناته انا هذا اللي هستخدمه، اوكي؟ هنرجع على السايد بار نحكي له هل البيرميشن السايد اللي هي المنيو نيم، اوكي؟ ونيجي ناخذ هذا الاف ستيتمنت كامل نعطي له 1 تاب، وهنا نحكي له اند بيرميشن. اوكي؟ تمام. احنا حاليا نقدر انه نعرض السايد بار هذا عندنا في الموقع، لكن قبل ما نسوي اي حاجه احنا بنتذكر انه احنا سويناها ككاش، فمعناته انا لازم اجدد الكاش عندي في البرنامج، اوكي؟ فمعناته انا ايش اللي راح اسويه؟ راح افتح تيرمينال، اوكي؟ نسوي له تيرمينال جديد، نكتب له ريدس داش سي ال اي، اوكي؟ هيفتح لي على اللي هو 127.0.0.1 البورت 6379. طبعا ايش الكاش اللي احنا استخدمناه في الريدس؟ لو يجينا على الكونفيج على الداتابيس ونزلنا لاخر الصفحه هنلاقي انه احنا مستخدمين هنا الريدس، قلنا له بدنا الداتابيس رقم 0 وقلنا له بدنا الكاش يكون على 1 وبدنا كتبنا الكلاستر على 2، فمعناته احنا الصفر والواحد والاثنين بدنا نمسحهم. كيف الطريقة؟ هنقول له select اللي هو صفر مثلا، لاحظ انه هو على الرئيسي، لو قلنا له keys star هيطلع لي انه انا في عندي هنا داتا في الكاش، اوكي؟ لو قلنا flush all ونسوي له enter، اوكي، رجعنا على الكيز ستار هنلاحظ انه صار امبتي، اوكي؟ نفس الوضع هنسويه مع الواحد والاثنين، فلاش اول وكمان سيلكت تو نكتب له فلاش اول، وممكن
انه احنا بعمليه سهله، انه مثلا لو سوينا سلكت 0 لما نفتح على الريد سي ال اي مباشره ممكن انه احنا بدون ما نطلع او بدون ما نحدد، لكن لو كان عندنا مشروع ثاني لازم نحدد الداتا بيز اللي احنا بدنا نحذفها. اوكي، لكن لو ما عندنا غير هاي الداتا بيز على الريدس فمعناته مباشره بنقدر ان نكتب فلاش اول ونحذف كل شيء في الداتا بيز من 0 الى 16 الى الرقم 16 اللي هي الابيليتي تبعت الريدس داتا بيز. اوكي، نسوي له اكزت ونسوي هنا هارد ريلود. طلعت لنا مشكله هنا، خلينا نشوف ايش المشكله هذه. لو اجينا على البرنامج تبعنا مره ثانيه، طبعا بما انه احنا عدلنا على الداتا بيز وعدلنا على صفحات كثير، خلينا نروح على البوتستراب على الكاش، نحذف الباكج والسيرفيس. اوكي، نيجي نحكي له كومبوزر دمب اوتو لود، نسوي له بي اتش بي ارتيسان كلير كومبايل، نسوي له بي اتش بي ارتيسان فيو كلير، ونسوي له الكاش كلير برضو، ونحفظ الكونفج للكاش، نخليه عندنا في البرنامج بحيث انه يكون يقرا الكونفج بشكل اسرع. اوكي، وفي عندنا الراوت كلير، هيك مسحنا جميع الكاش تبع الراوت. طيب انا لو نفتح مثلا البوت ستراب على الكاش هنلاقي انه سوالي الكونفج وسوالي الباكج وسوالي السيرفيس. اعلمكم على امر احلى من هذول، اوكي، بيسرع لنا عملية قراءة الراوت تبعتنا، بدل ما هو يبعث ريسبونس لقراءة الراوت ويروح على الويب دوت بي اتش بي يقرا لي الراوت ويشوف الكنترولر ويروح يقرا الكنترولر، هتكون عملية صعبة. ففي عندنا امر اسمه نسوي كاش للراوت، فنقول له بي اتش بي ارتيسان راوت نقطتين كاش. لو سوينا انتر طبعا هيطلع لنا ايرور في حالة انه احنا عندنا كلوجر. وين الكلوجر هذا؟ عندنا في الراوت في الاي بي اي، في عندنا هذا الراوت ما بيقرا من كنترولر، بيقرا على طول دايركت. فلو سوينا له كومنت اوكي ورجعنا سوينا بي اتش بي ارتيسان راوت كاش سوينا انتر، طبعا بيطلع لنا هذا الايرور. اوكي، بيقول لنا انه في عندنا الباسورد ريسيت، الراوت تبع الباسورد ريسيت مكرر. فلو اجينا على الادمن على الويب دوت بي اتش بي اوكي، في عندنا الراوت تبع اليوزرز اللي هو الباسورد والفيريفيكيشن. اوكي، في انا عندي هنا نفس الراوت موجود للادمن، فمعناته خلينا بس مؤقتا نسوي له ادمن دوت. اوكي، نرتب الملف تبعنا ونرجع على التيرمينال تبعنا. اوكي، نسوي له نفس الامر بي اتش بي ارتيسان راوت كاش. اوكي تمام، الان سوالي راوت كاش كلير وسوالي كاش سكسسفولي. لو اجينا هنا هنلاقي انه سوالي ملف جديد اسمه routes v7.php، هيك بسرع لنا عمليه قراءه الراوتس. طيب نرجع نشوف المشكله اللي عندنا كانت في الاول، لو سوينا ريفرش لسه ضايل عندي المشكله هذه، فمعناته طيب هذه الصفحه ليش ما تشتغل عندي. هنروح على البرنامج تبعنا عشان نعرف كيف نتبع المشكله كيف صاير عنه. اوكي، لو اجينا على البرنامج تبعنا اوكي نزلنا التيرمينال، هنروح على الستورج على اللوجز، هنلاقي عندنا لارافيل دوت لوج. اوكي، هنضغط عليه دبل كليك، هننزل على اخر ايرور عندنا. اوكي، اخر حاجه ظهرت عندنا اللي هي هذه نون ستاتيك ميثود، يعني معناته انا لازم اضيف كلمه ستاتيك عندي في واحد من الفانكشنز. ايش هو؟ اللي هو الاب موديل بيرميشن تري. اوكي، حكى لي ايش السبب، should not be called statically in the view service provider، فمعناته انا مستخدم الفانكشن في الفيو سيرفيس بروفايدر من البيرميشن تري. اوكي، المفروض انه هذا التري يكون ستاتيك، فمعناته لو اجينا على الفيو سيرفيس بروفايدر هنلاقي انه احنا ضايفين البيرميشن 3، وهنا عامل لي عليها خط صغير اذا ملاحظه
نشوف اللمبة هذه بقول لي make call dynamic، فممكن احنا لو سوينا هيك اشتغل معنا، لو سوينا انتر فعلا اشتغل معنا. وفي عندنا طريقة ثانية انه ممكن انه احنا نقرأ هذه البيرميشن تري نخليها static، فمعناته احنا لو رحنا على الموديل تبع البيرميشن من الاب مودلز بيرميشن ورحنا على التري هنا هنكتب له بس static، اوكي، لانه هنا قاعد بقرا static برضو، وهنا كمان في الاساين بيرميشن برضو نقرا له نحط له static، اوكي. لو اجينا على الموقع وسوينا ريفرش مره ثانيه هيشتغل معنا هيك، معناته شغلنا احنا الادمن. نسوي لوجن، لاحظ انه هنا سوالي المنيو اول حاجه المين وبعديها حط لي اتش ار، ليش؟ لانه هذا المنيو ما في اي راوت تحتيها. لو اجينا على البوست طبعا ما هنضغط ولا على كومنت لانه لسه ما بنينا لا كنترولر ولا صفحات، بس اللهم انه ايش انه تحت البوست طلع لي البوست شو وطلع لي الكومنت شو وطلع لي الكاتيجوريز شو. طبعا الصفحات الثانيه اللي هي الكرييت الابديت الديليت كلها هي ما اظهرها لانه احنا مسوين الابير فيها صفر، اوكي. القائمه الثانيه طلع لي اياها اللي هي البيج، اوكي، وطلع لي بداخلها البيج شو، عندي الكونتاكت اس وعندي اليوزرز طبعا، وهذه الايكون في الاخيره هذه اخر حاجه فيه كانت في السايد بار وما لمسناها اللي هي هذه، اوكي، ممكن انه نحذفها او نخليها. طيب احنا هيك خلصنا المنيو، المفروض انه احنا نبدا في الصفحات تبعتنا، بس قبل ما نبدا في الصفحات تبعتنا بدنا ناخذ نظره على كيفيه الصفحات اللي راح نبنيها، اوكي، ونبدا فيها من الحلقه الجايه ان شاء الله. لو اجينا على الصفحه الرئيسيه وضغطنا مثلا على اللي هي البلانك بيج، في عندي هنا صفحه اسمها بلانك، لو ضغطنا عليها دبل كليك هيطلع لي شكل الصفحه هذه، اوكي. لكن انا مثلا لو سوينا تيبل، اوكي، راح يطلع لنا هذا الستايل اللي هو الكارد هذا الكبير، اوكي، وهنا تكون البيانات تبعتنا بداخل هذا المجلد بداخل هذا البودي، اوكي. ونشوف كيف من الحلقه الجايه انه كيف نبني الصفحات تبعتنا من ابتداء من البوست انتهاء باليوزرز، وكمان نبني الداشبورد تبعتنا مثل ما هي نعدلها على البرنامج تبعنا، نبدا فيها من الحلقه الجايه. يعطيكم العافيه. اذا كنت اول مره تشوف القناه لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.